اذا دبي على موعد مع نظام مستقبلي للنقل وحدات دبي المعلقه نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي يمتاز عن وسائل النقل الأخرى ذات السعة نفسها باستخدام مساحة أرض أقل مئة مرة وكفاءة استخدام الطاقة الذي يقل إذن بمقدار خمس مرات عن المركبات الكهربائية وبنية تحتية أقل عشر مرات لهذه الوحدات نموذجان الأول هو يوني بايك ويمتاز بصغر الحجم وخفة الوزن ويتحرك عبر عجلات فولاذية على سكك معلقة وتبلغ السرعة القصوى للوحدة 150 كيلومترا في الساعة تتراوح سعة كل وحدة من هذه بين راكب واحد وخمسة ركاب وتستطيع نقل 20 ألف مسافر في الساعة النموذج الثاني هو يونيكار يساعد على رفع سيابية التنقل من خلال إنشاء شبكة عالية الارتفاع تصل بين الأبراج الشاهقة وهو مصمم لنقل الركاب لمسافات 200 كيلومتر بسرعة 150 كيلومترا في الساعة. تتراوح سعة هذه الوحدات بين راكبين وستة ركاب فيما تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 50 ألف راكب في الساعة.